السلام عليكم أعزائي الطلاب، هنتكلم على المتسلسلات. المتسلسلة اللانهائية نكتبها بالشكل ده، E1 زائد E2 زائد E3 إلى الـ EN إلى ما لا نهاية. ممكن نكتبها في الصورة العامة summation من N يساوي 1 إلى ما لا نهاية على الـ EN. الـ E1 هو الحد الأول، E2 هو الحد الثاني، الـ EN هو الحد النوني. بنقول الـ SK هو المجموع إلى الحد K، معناها الـ SK يساوي E1 E2 E3 إلى الـ AK. الـ S1 والـ S2 والـ S3 إلى الـ SN دي نسمى المجاميع الجزئية، بمعنى S1 يساوي الـ E1، S2 يساوي المجموع E1 زائد E2 وهكذا. المتسلسلة نقول عليها متسلسلة تقاربية إذا كان نهاية المجموع SN لما الـ N تقول لما هي يساوي قيمة محددة S. إذا كانت النهاية غير موجودة فإن المتسلسلة تباعدية. نشوف مثال: اثبت أن هذه المتسلسلة تقاربية وأوجد مجموعها. نوجد الأول S1، S1 ده هو E1 1 على 1، هنا 1 زائد 1 يساوي نص. E2 نفس الكلام أهو، يبقى المجموع الأول زائد المجموع الثاني. E3 مجموعة ثلاث حدود. الـ EN الصورة العامة AN يساوي 1 على N في N زائد 1، نكتبه بالشكل ده، 1 على N ناقص 1 على N زائد 1. بمعنى ممكن نكتب الـ SN، هو الـ SN يساوي الحد الأول اللي هو كام؟ 1 ناقص 1 على 2. الحد الثاني 1 على 2 ناقص 1 على 3 وهكذا. الحد N 1 على N ناقص 1 على N زائد 1 زي ما هنشوف. زي ما قلنا اهو. طب نلاحظ ايه بقى؟ نلاحظ ان القيمة دي تلغى مع القيمة دي، والقيمة دي تلغى مع القيمة دي، وده وهكذا. يعني معناها الحدود البينية كلها تتلغي ما عدا هيفضل الحد الأول والحد الأخير. إذا SN نكتبه بالشكل ده. طب نهاية الـ SN يساوي 1، إذا المسلسلة دي تقاربية ومجموعها يساوي 1. المسلسلة دي نسميها المتسلسلة التلسكوبية. ليه؟ حيث في المجموع SN تتلاشى الحدود الداخلية، يبقى فقط الحد الأول والأخير. بين مثال تاني، بين فيما إذا كان المتسلسلة دي تقاربية ولا تباعدية. هنشوف كده. هنلاقي المجموعة بتاعتها إيه؟ المجموع S1 بواحد، S2 بصفر، 1 صفر عشان موجب 1 وسالب 1، موجب 1 وسالب 1. إذن المتسلسلة دي تباعدية عشان لها قيمتين. هذه المتسلسلة اللي تكتب بالشكل ده نسميها متسلسلة توافقية، وهي تباعدية. المتسلسلة دي نسميها المتسلسلة الهندسية، حيث A هو الحد الأول والـ R هو الأساس. المتسلسلة الهندسية إذا كان القيمة المطلقة للـ R أقل من 1 فإنها تقاربية، وده المجموع بتاعها، المجموع بتاعها A على 1 ناقص الـ R. تكون تباعدية إذا كان القيمة المطلقة للـ R أكبر من أو يساوي الواحد. نشوف مثال: ادرس تقارب هذه المتسلسلة. الحد الأول هو ده، الـ A يساوي الـ A هو 1 على 10. هنلاحظ إن الـ A ده أقل من الواحد، يبقى المتسلسلة تقاربية، المجموع بتاعها A على 1 ناقص الـ A. نعوض عن الـ A ونعوض على R، إذن ده المجموع متسلسلة. بين أن المتسلسلة دي تقاربية وأوجد المجموع. الـ A بكام؟ الـ A يساوي 2 والـ R يساوي 3، إذن ده 3 أقل من 1، يبقى دي تقاربية، مجموعها 3. تعويض: إذا كانت المتسلسلة تقاربية فإن نهاية الحد النوني يساوي 0، ولكن مش معنى ان النهاية تساوي صفر
يبقى متسلسلة تقابية. لا، ده اتجاه واحد فقط. المتسلسلة تقابية يبقى النهاية يساوي صفر. العكس غير صحيح. على سبيل المثال، هذه المتسلسلة تباعدية، مع إن نهاية الحد النون يساوي صفر. النظرية بتقول إيه؟ إذا كانت الـ EN المتسلسلة EN والمتسلسلة BN تقاربيتان إلى المجموع A و B، فإن المجموع ده يتقارب إلى الـ A زائد الـ B. المتسلسلة CEN هي تتقارب إلى CA. خصائص المتسلسلات: إذا كان إحدى المتسلسلات تباعدية، فإن المجموع طبعا لازم يكون تباعدي. مثال: بين فيما إذا كانت المتسلسلة دي تقاربية أو تباعدية. هذه المتسلسلة نكتبها بالشكل ده: 1/5 الكل أس إن، والإن يساوي 1 إلى ما لا نهاية، زائد السمشن من إن يساوي 1 إلى ما لا نهاية، 1/N. هذه المتسلسلة هي متسلسلة توافقية تباعدية. هذه المتسلسلة هي متسلسلة هندسية أساسها 1/5 أقل من 1، إذن تقاربية. إذن دي تمثل مجموع متسلسلة تباعدية مع متسلسلة تقاربية، إذن تكون تباعدية.